السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو رح أعلن عن مسابقة هذا الأسبوع، وهالمرة هي جدا متميزة عن المسابقات القديمة. ولكن قبل ما إني أفوت في تفاصيلها رح أحكي بشكل سريع عن دورة أنا قمت بإنشائها بالتعاقد مع شركة، وهي حاليا موجودة على موقعهم. الدورة متخصصة لأنها تكون متكاملة من حيث رسم شخصيات الأنمي. الدورة فيها كل إشي ممكن تحتاجه مشان تقدر ترسم شخصية أنمي من الصفر. يعني رح أعلمكم فيها التظليل، الأبعاد، المنظور، أيضا كيف رسم الشخصية، جسمها، أساسياتها، اليد، الذراع، كل إشي بتعلق في الشخصيات، الشعر، شعر كيرلي، مجعد أو قصير وطويل، الملابس، كيف الطيات موجودة، وأشكال العيون، الوجوه، استدارتها وما إلى ذلك. يعني شاملة ومتكاملة، هي بتسع ساعات تعليمية. راح أحط الرابط في صندوق الوصف مشان تطلعوا عليها. الرابط هذا أيضا راح يشرح لكم كيف أنتوا ممكن تشتركوا في هذه الدورة، وأيضا شو فيها مميزات وأشياء، وفي فيديو اللي هو تلخيصي عن الدورة. ولكن أهم إشي إنه هذه الدورة فقط معروضة في السوق لسبع أيام فقط معكم أسبوع واحد تشتركوا في هذه الدورة، أو يعني تسجلوا فيها اسم. ومش عارفة إذا رح ترجع بعدين للسوق أو إذا رجعت بعرفش أي تاريخ. فلهذا السبب يعني كل ما أنتوا يعني استغليتوا الفرصة واشتركتوا فيها كل ما كان أفضل، لأنه صراحة بعرفش إذا رح تكون بعد السبع أيام هذول. طبعا هذه الدورة هي خلاصة السنوات من خبرتي في الرسم، وأتمنى إنها تكون مفيدة عليكم. اللي حابب إنه يشترك في هذه الدورة سأكون شاكرة لكم. والآن نعود إلى الفيديو الأساسي، وهو عن المسابقة. المسابقة هذه زي ما أنتم شايفين قدامكم، هذه الرسمة اللي أنا رسمتها ما لونتها لحديت هسا، هي بالأساس مسابقة مع آياتشو أو تحدي مع آياتشو. إن شاء الله خلال هذا اليومين رح أنزل معها التحدي، إني رح أكون ملونة يعني الشخصية، فممكن أنتم تشوفوا تلويني لإلها. هذه الرسمة رح أحط رابط الصورة تبعتها أو رابط الرسمة هاي تبعتها في صندوق الوصف مشان تنزلوها، ورح يبين لكم في آخر الفيديو طبعا كيف ممكن تنزلوها من هذا البرنامج أو هذا الموقع اللي أنا حاطة الصورة فيه. رح تنزلوها على حاسوبكم أو على تلفونكم وتلونوها، إما رقميا أو ممكن تطبعوها وتلونوها ورقيا. واللي ما عنده طابعة أو ما بقدر يطبعها أو ما بعرف يطبعها ممكن يعني وحابب إنه يعني يرسمها ورقيا، فممكن انه يرسمها هو نفسه، يعني مش شرط انه ينزلها نفسها ويلون فوقيها، انه هو يقدر يرسمها، ما عندي اي مشكلة. حتى اي واحد مثلا حابب انه يرسمها رقميا مثلا كاملة من البداية، يزيد فيها مثلا تفاصيل او يغير فيها اشياء، ما عندي اي مشكلة. وحتى ولو نزلت هذه الرسمة مثلا او عدلت عليها شويات، ما عندي اي مشكلة. اهم اشي انكم تلونوها، واللي حابب انه يرسمها هذا الخيار موجود. طبعا كالعادة مدة المسابقة اسبوع، بعد هذا الاسبوع ان شاء الله بننزل كمان مسابقة، ممكن تكون مسابقة عن العيد إن شاء الله، وإرسالها فقط عن طريق البريد الإلكتروني أو الإيميل أو الجيميل. أيضا راح أترك لكم في آخر الفيديو طريقة كيف أنتوا ترسلوا من الإيميل. وهذا هو اللي عندي، أترككم مع المقاطع اللي هي ممكن تفرجيكم كيف أنتوا ممكن تنزلوا الصورة من الرابط اللي راح أحطه في صندوق الوصف، وكيف ممكن ترسلوا من الإيميل رسالة لإلي. وآخر إشي ما تنسوا الدورة، تشوفوا في الرابط اللي أنا راح أحطه في صندوق الوصف، تطلعوا عليها تشوفوا إذا ممكن إنها تناسبكم وتشتركوا فيها. وبس أشوفكم بفيديو الجاي إن شاء الله، مع السلامة. تفتحوا من الحاسوب راح تظهر لكم هاي الصفحة، طوالي بس تطقوا على الرابط، ثم راح تشوفوا مثلا ممكن جودة مش منيحة للرسمة، فبتطقوا عليها طقة واحدة تظهر الجودة الأصلية، ثم بتضغطوا يا إما على داونلود هون أو بتحطوا يمين الفارة وبتعملوا داونلود بهذا الشكل. الآن راح تفتح صفحة ثانية، شايفين هذا الأخضر، فقط طقوا عليه وقاعدة بتنزل فعليا الصورة اللي هي اسمها Coloring Challenge. وبس غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان، جاء
جل من سواه شهر من جمال حال فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال حال فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد تجلى فيها بالمخمل عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخلي غردي يا روح والحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب